أينما ذهبت في شوارع صنعاء تزاحمك أصوات محركاتها العالية وسيلة النقل البديلة في البلاد باتت هي الحل الأسرع والأرخص داخل صنعاء يتجنب المواطنون استخدام سيارات ويتخذون الدراجة النارية بديلاً أقل أجرة وسط ضيق حال السائقين والركاب على حد سواء والله يعني وجدتها أنسب وسيلة يعني لأنه نظراً لما من الرواتب هذا رجعت اشتغل كان في مصانع في عماير قطاع خاص توقف كل حاجه رجعت فكرت بشراء المطر يعني بد انه دخل يومي على الرغم من مخاطر ركوب الدراجه الناريه وتسببها بالعديد من الحوادث المروريه القاتله واستخدامها ايضا كوسيله للنهب والسرقه إضافة لشهرتها بأنها وسيلة لتنفيذ عمليات القتل والاغتيال لكنها ما زالت تعم أرجاء البلاد هذه أسهل وسيلة لقضاء المشاوير والعمل يعني بسرعة. بالرغم من فيها مخاطرة ولكن تقضي مشاوير بسرعة. بدلاً من وضع الحلول والمعالجة المناسبة يرى مدير عام المرور بحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً أن الدراجات النارية سببت كثيراً من المشكلات. حركة السير بشكل عام كلها نظراً لكثرة تواجدها بشكل مهول داخل مثلاً أماكن العاصمة. داخلها ما يقارب لا يقل عن تقريبا 150 او 160 الف دراية نارية داخل أمانة العاصمة تقريبا هكذا امانة العاصمة صنعاء تحوي ما لا يقل عن 150 الى 160 الف دراجة نارية فيما تقول مصادر امنية يمنية ان هناك اكثر من مليون دراجة نارية في المدن اليمنية كافة مقارنة بنحو 150 الف دراجة في العام 2012 واليوم تغرق مدن يمنيه عده بينها العاصمه صنعاء بالدرجه الناريه في صوره تعبيريه تجسد حاله الفقر والبطاله المتفاقمه